السؤال الشائع أكثر خلال فترة شهر رمضان إنه أنا كمريض قلب أو مريض ضغط بأخذ علاج مزمن بقدر صوم شهر رمضان ولا لا؟ طبعاً الجواب بيختلف حسب نوع المريض وحسب حالة المريض، حالته الصحية. بعض المرضى وضعهم مستقر نسبياً، يعني باتباع نظام غذائي معين وبإشراف الطبيب المختص بيقدر المريض يصوم شهر رمضان. بعض المرضى الوضع عندهم شوي معقد، يعني وضعهم مختلف شوي عن غيرهم، مثل المرضى اللي عندهم قصور قلب احتقاني حاد مثلا، اللي عندهم ضعف في عضلة القلب، جسمهم بيعبي ماي، الرواية بتعبي ماي، عندهم لهتي، عندهم ضيق نفس. ايضا المرضى اللي عاملين احتشاء عضلي قلبية حاد، يعني اللي عاملين ذبحة قلبية، هو الوضع عندهم مختلف شوي لان النظام الدوائي عندهم بحد ذاته هو معقد. فموضوع الصيام عندهم عليه علامات استفهام. بناء على ما تقدم، أي مريض بيعاني من أمراض قلبية مزمنة وبياخد علاج دوائي مزمن يفترض أنه يتابع طبيبه، بيشرف عليه، بيقيم وضعه، بيقيم حالته، وبيقرر إذا بيصوم أو لا. من خلال سؤالك أنت، أنه مريض القلب العادي بيقدر يصوم ولا لا، وشو لازم يعمل خلال فترة الصيام؟ طبعا أهم شيء هي الحمية الغذائية، وخلال فترة الصيام يتبع الراحة أكثر شيء. بعد الصيام خلال فترة الإفطار تكون الوجبات الغذائية تكون متقطعة، يعني يأكل على فترات. أيضا الحمية الغذائية مهمة، الابتعاد عن الأغذية الغنية بالدهون، الأملاح، والأكثر التركيز على الألياف. هيدا أهم شيء خلال فترة الصيام.